جاهز؟ قصة الكشة؟ شوف أنا أقول لك، أنا مو ملول، ما أدري شو أقول لك، بسرعة أمل. السلام عليكم، شلونك جميل؟ فواحد من الأشياء اللي أمل كشة. الحمد لله على السلامة. واحد الأشياء اللي أمل منها، أمل من وجهي، يعني تلقى مرة لحية طويلة، مرة لحية قصيرة، مرة شعر طويل، مرة شعر قصير، مرة. فأنا لأني أمل، واحد من الأشياء اللي أمل منها أمل من وجهي، فأغير على قولتهم نيو لوك، يوم شعر طويل يوم شعر قصير. شلونك عمي؟ فالحين أنا مر مرحلة الشعر الطويل، الكشة. عندك مريضة حق باكر أسويها أنا باكر؟ تبي كيس؟ عندك كيس؟ ما قلت لك 5 كونسلتس. جاتك 5 كونسلتس؟ ايوه. يلا. انا باخذ 2، خليك لف 100، تبي لف 100؟ خلص عطني لف 100. انا راح ماشي بس انا شال الله. انت شغال؟ لا الاسبوع الجاي خلص. اوكي. خلص الاسبوع هذا. اوكي اخذ لف 100. حول لنا حالة المفروض انها مستعجلة تحتاج عملية بسرعة. ها العبد توني قاعد اقول وين عبد الله؟ صباح الخير. شلونك؟ بالنسبة حقنا احنا اهم شيء تسويه تطالع القسطرة مالت المريض. هنشوف كم رقم من هذا. ليش اقول نطالع قسطرة المريض؟ لان لما تشوف قسطرة المريض تحكم انا اقدر اسوي العمليه، هل انا فعلا قادر ان انا اسويها ولا لا. الشرايين التاجيه سمكها 1.5 ملي إلى 2 ملي. 2 ملي يعني ترسم خطين بالقلم، هذا 2 ملي خطين يم بعض. فبالرغم ان هني مبين عود، بس هذا طبعا مسوي له زوم، مكبرين الشرايين. فاذا اصغر من 2 ملي الجراح راح يكون غير قادر ان حتى يزرع الشرايين، فراح يصير صعب عليه. فاول سؤال تساله نفسك، هل انا قادر على اجراء هذه؟ هذه مريضه شرايينها وايد صغار، وايد 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 صغار، حتى اقل من 2 ملي او ملي ونص يمكن. المهم عندنا الشريان الشمال الاساسي يبتدي، بعدين ينقسم الى واحد امامي وواحد خلفي. اليمين يبتدي يمين ويخلص يمين. بعض الناس يقول زين اذا هم 3 رئيسيين شلون هذا سووا له 5 زراعات وذاك سووا له 3 زراعات وهذا سووا له 4 زراعات. الامامي على سبيل المثال اذا طلع واحد واستمر واحد خلاص، انت كشخص الله خالقك عندك شريان امامي واحد بدون أي تفرعات رئيسية. ممكن أنا بالمقابل يكون شرياني الأمامي يبدي واحد وبعدين يتفرع إلى 2. فهني إذا 2 هم مسكرين لابد أن أنت تسوي زراعة حق 2 هم. نفس الشيء الخلفي، إذا طلع واحد واستمر واحد أنت عندك واحد. بعض الناس عندهم 3 يتفرع الشريان إلى 3 شرايين. نفس الشيء الشريان اليمين، ممكن يكون واحد ممكن يكون 2، فممكن ننتهي بستة، 2 2 2، ممكن 2 2 1 أو 2 1 1. إذا كلهم مسكرين لابد من أن الجراح يزرع كل الشرايين الكبيرة اللي يقدر يشتغل عليها. بالمقابل في شرايين أو تفرعات صغيرة جداً الجراح ما راح يكون قادر انه هو يزرعها، ولكن اذا سوى الشريان الرئيسي المغذي لهذه المنطقه فهذا هذه الزراعه او هذا الشريان كافي انه يخلي المريض يعيش حياه طبيعيه. فمو شرط انه نزرع كل تسكيره،
خاصة إذا كانت التسكيرة صغيرة. في حجم يصير بين البينين، اللي هو مو صغير وايد إن أنا ما أسوي له شيء، ولا كبير إن أنا أقدر إني أزرعه. ممكن القسطرة تكون قادرة على إن هي تعالج هذا الانسداد. المهم هذه المريضة مشكلة، إذا ما سويناها يعني وضعها حرج، بس عمليتها مو سهلة لأن شرايينها صغيرة. وين عبد الله؟ يلا ليتس جو. مشكورة 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 مشكورة. ها؟ الله يعافيك. خلاص happy. And very simple one. Okay. Shiny, how much suffering for making you happy? I will sing for her. I will sing shiny. بالرغم ان احنا نسوي نفس العملية كل يوم، يعني في بعض التخصصات يضحكون على جراحة القلب، يقول ان انت قاعد تسوي نفس العملية كل يوم، زراعة شرايين زراعة شرايين، ولكن كل مريض يفرق عن الثاني. وبعدين الشيء الثاني انه في وايد اكشن، في وايد اكشن لان الخطورة عالية. يعني انا ما قاعد اسوي مثلا شيء على الجلد، مثلا قاعد اشيل ما ادري ايش يسمونها حبة خاوة، ولا قاعد اعدل اشد واي، اوكي وشيء مهم، ولكن ما يأثر على حياة المريض، ممكن يأثر على نفسيته اذا كان الشد مو حلو. بالمقابل احنا اذا ما سوينا زين تأثر على حياة المريض، النتيجة تؤثر عليه، يا يعيش يا يموت. فدائما هذا الإحساس يعطيك مثل يسمونه أدرينالين رش، يعني أنت دائما عايش على الحفة عند الهاوية. فهذا ما يخليني أمل من شغلي، بالعكس هذا اللي يحببني فيه. وفي النهاية الشيء اللي تشوفه هو تقدير المريض لك وقت اللي انت تسوي له العملية، تشوفه بالعيادة فرحان، او تشوفه اللي مريت عليه بالجناح قبل لا يمشي. يعني انا احاول ان اشوف المريض يوم مشيته او يوم قبل لا يمشي، على اساس انه اعطيه النصائح الاخيرة شنو يسوي وشنو ما يسوي. فهذا التقدير اللي تشوفه انت بوجه المريض الصراحة لا يقدر بثمن، وهذا اللي يخليك تقوم اليوم اللي وراه تسوي نفس الشيء اللي سويته اليوم اللي قبله. حبيت اتشكر من اللي جابولي الورد، شكرا شكرا، صراحة جدا جميل وراقي، والكرت كاهو شكرا شكرا شكرا، انا جدا سعيد بهذا الورد. يعني الواحد في النهاية قاعد يسوي واجبة، ولكن حلو إن المريض يقدر للدكتور المجهود اللي بذله، فشكرا لكل مرضاي على تقديرهم.